اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا الكبار الاساتذه الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن ازي حضرتك؟ ايه كله تمام. عايز ابدا مع حضراتكم مباشره. لفت نظري النهارده ان كولر، ودي من الحاجات اللطيفه يعني، نشر جاب الصوره بتاعه التذكره اللي هو جاي بيها ونشرها على الانستجرام. هو احنا وصل بينا الحال انه يمكن التشكيك في اي شيء لدرجه ان الراجل، ما هو يعني هو ليه الراجل بينشر التذكره؟ ما هو اكيد حاسس بان في ضغط او حاجه. فهل وصل بينا التشكيك لهذه الدرجه؟ مش احنا طبعا، بتكلم عن بعض من بعض الناس يعني. هو طبعا الموضوع مش يعني مش محتاج، والارقام والوقائع والاحداث هي اللي بترد. يعني ايه يعني؟ ما ينفعش مثلا ان انا اخلي مدرب ما عملش حاجه واخليه رقم واحد. لا، هي الارقام. حتى لو هناك ملاحظات من البعض، يعني انا عايز اقول انه لو الناس ممكن تقول رايها تختلف في مدرب لم يحقق، ما ده وارد، ده ممكن يكون مقبول يعني له منطق. انما لما تيجي في مجال اي تقييم لاي حد، اول حاجه بتشوف ايه؟ انجازاته. زي ما تيجي تشوف مثلا ترتيب النادي الاهلي على مستوى انديه العالم، بتشوف النادي ده عمل ايه؟ الخامس. حقق ايه عشان ياخد هذه المرتبه؟ حقق بطولات معينه. اختلف معايا بقى في شكل الاداء، مش عارف كان عامل ازاي، اللعيب الفلاني كان كويس، خسر 2-0 وبعد كده تعادل وبعد كده كسب. يعني الخطوات اللي هي التفصيليه دي ممكن يبقى فيها كلام، لكن اجمالا لما تيجي تقيم مرحله كولر مع النادي الاهلي هتقول ان هو خلال كام شهر؟ 6 شهور؟ 9 شهور حقق ايه؟ 4 بطولات. وان شاء الله تكون البطوله الخامسه في الطريق باذن الله، ويليها بطولات اخرى. يعني ممكن جدا يكون كولر على ابواب رقم غير مسبوق، لانه هيحقق ان شاء الله يعني امامه مشروعات لبطولات اخرى. نعم. كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن، لازم يعني وانا جاي او وانا قبل ما نبقى هنا انا فكرت فيها. لماذا يرتبط، اشمعنى النادي الاهلي اللي بيحقق البطولات مع كل المدربين؟ يمكن حضرتك بدأت حلقتك بحاجة جميلة جدا، وهي انه إدارة النادي. نعم. إدارة النادي الأهلي على مدار السنين هي اللي بتساعد أي مدرب وأي لاعب على انه يحقق. صحيح. صح ولا غلط؟ مفيش حاجة تاني. ده هو بيشوف كده المواعيد انا بيقول لهم انا جاي كايرو يعني. أيوة. انا جاي كايرو، مش رايح، مش هربان يعني. لا لا، هربان ايه؟ والراجل هيهرب من حاجة وجايب له تيشيرت وحاطط رساله يا ريس. هو على ما يبدو وصلت رساله بالمنظر ده. بالظبط كده. الرساله واضحه يا استاذ جمال. عاوز اقول لحضرتك عاوز اقول لحضرتك على حاجه. التشكيك والبتاع ده امر طبيعي ولازم تتوقعه. فتره نجاح وصلت لمستوى والقمه انديه القاره السمراء وحاله من الانتصار وانتزاع لقب من اغلى الالقاب في معقل فريق بحجم الوداد، حاجه كبيره جدا. توقع على البدايه ان هناك اخرين لن يتركوك تسير وحدك، لا، عليهم ان ينغصوا عليك ببس الاشاعات والتضليل والتدليس. صحيح. والنيل من عزيمتك وتوجيه. طيب الراجل، مع اني انا مع كامل احترام الكوره ما كنتش حابب برضه انه حتى يدي فرصه يقول ان انا متاثر بالكلام وطنش الكلام ده، لكن هو برضه الناس دي راحت المناسبه. احنا بنتكلم برضه يعني هسيب حضرتك تتكلم، ولكن النهارده ده التدريب دلوقتي. مش دلوقتي يعني. انا اقصد الساعه 9 النهارده ده خلص طبعا. فاحنا من هو ده كولر ده ولا مين اللي كولر؟ كولر صح. طيب فانا عاوز اقول لك كان في التدريب يعني النهارده. فانا عاوز اقول لك كابتن، انا بتريق. امر طبيعي يا كابتن. صوره المستند. امر طبيعي جدا انك انت في ظل ده كله لما تشوف الهجمه اللي اتعملت على فرقه النادي الاهلي، وكانه الفرقه كلها جايه لها عروض احتراف. يا جماعه ده النادي الاهلي هو نادي محترف. صحيح. هو النادي الاهلي نادي محترف وبوصل. لا ومش اي نادي. مش اي نادي يعني اسمعوا كلام الناس عنده. كون انه في لعيبه والنادي الاهلي احترم رغبتها،
لكن كل المنظر هدى جديد على الاهلي، لا تعرض الاهلي قبل كده لفترات اشد من كده واتقال، وفي النهايه بيكون مصلحه الفريق اولا واخيرا هي اللي بتحكم قرار الاداره وقرار الجهاز الفني. صحيح. فامر طبيعي جدا ان كولر هيتعرض في الفتره اللي جايه، باقي سنه في عقده، لا هيجدد، لا ده جاي له عروض من مش عارف بس لسه سنه يعني. ما انا بكلمك يعني انا بقول لك اهو. لا يا استاذ محمود لسه سنه. ما انا بقول لك اهو. فانت دلوقتي اسالك سؤال، احنا كنا قبل كده بنقول ايه؟ هل احنا هيتوقف ضدك التدليس والتشويه والكلام وبص اخبار مسمومه ومغلوطه والكلام؟ مش هيحصل، بالعكس. انت لما انت ربنا كرمك ونجحت ليه؟ لانك انت حطيت، ما حطيتش قطن بس في ودانك بس، ده انت قفلتها خالص عشان ما تسمعش، انت ركزت في مصلحتك وهدفك. ويمكن حتى الفيديوهات اللي بيعرضها دلوقتي الكاف اللي هي اسرار اللحظات الاخيره والغرف المغلقه وغرف اللبس وبتاع والكلام ده، بتقول لك شوف حجم الاستعداد وحجم الرسائل اللي اتقالت وحجم الثقه وحجم الدعم النفسي والمعنوي والكلام عن دور الطبيب النفسي والكلام عن دور المترجم الدكتور خالد جوادي والشحن يعني عايز اقول لك ايه؟ طبيعي جدا انه كولر سيتعرض كما تعرض من قبل كل مدربين الاهلي على نجاحات، يعني لو جيت عملت رصد وحواديت هيتقال على الكلام ده، موسيماني حتى في الفتره بتاعته خد شحن لما اتقال ايه؟ واتعملت عليه حمله منظمه من اكونتات مضروبه ماشي تدعي انتماء للاهلي وهي لا تنتمي للاهلي على الاطلاق، كان هدفها انهاء عقده الراجل ده في حاله التفوق على المنافس. ايضا قبل كده خد عن تجربه مانويل جوزيه وشوف اللي حصل فيه وكان الكلام اللي بيتقال وراح وجه ورجع. فانا عاوز اقول لك ايه؟ انت مستك في حاله الثبات الانفعالي داخل الملعب وخارج الملعب. اداره واعيه، جهاز الكره فاهم، كولر خلاص بدا يتشبع بالطابع المصري، بدا عارف اللي بيحصل، اكيد معاه يعني عاوز اقول ايه قريب منه كمان مترجم بطابع الاهلي، يعني ابن الاهلي مشجع، عايز اقول انه درجه ثالثه بامانه شديده، يعني ده برضه بيفرق في ان هو يوصل الرساله اهلاوي يعني. بخلاف مدير الجهاز طبعا الكابتن صاحب حميد وخبراته طويله الكبيره موجوده مع تاريخ في تاريخ النادي الاهلي وكل المشهد اللي احنا شايفينه طبيعي جدا هيحاول البعض بس اخبار للنيل من كولر، وانت خلاص داخل دلوقتي على بتفنش في اللحظات الاخيره في مسابقه الدوري، عندك ماتشات المؤجله، عندك 7-8 ماتشات ورا بعض هتلعبهم كل 3 ايام مباراه، من بينهم كمان مباريات الكاس، كمان ممكن السوبر الافريقي كمان يبقى في اغسطس لسه، حتى الميعاد يعني لم يحدد الوجه هل هو هيتلعب في السعوديه ولا هيتلعب على ارض البطل. فانا عاوز اقول لك ايه؟ الذكاء بقى يا كابتن سليم انك انت ايه؟ تعيد تعود الفرقه للحضانه مره، خلاص خدنا فرحتنا فرحنا معلش يا استاذ محمود برضو احنا بقالنا كتير ما يعني حتى لسه كنت بتكلم مع كابتن ضيا في الموضوع ده ان احنا ما بقالنا كتير ما فرحناش يعني اقصد ان احنا ما كانش عندنا وقت للفرح يعني. انا بقول لحضرتك انت كده النهارده من بكره هتلاقي كل الكلام على يوم الخميس، كل الكلام ده خلاص كله التركيز عليه انك انت تعيد وخلاص، ان يمكن الجهاز الفني ده توجيهات يعني. النهارده هسالكوا على الدوري الاسبوع اللي فات ما كنتش عمري هسالكوا على الدوري. انا بقول لحضرتك الوضع هيبقى ايه؟ ماشي الراجل رجع مبتسم وشاف يعني انا راجع ازاي يعني هسيب الفرقه وامشي والكلام، يعني عاوز اقول لك على حاجه كل بس ايه، وفجاه واتعملت مداخلات مع وكيل اعمال كولر وهل ممكن يجدد او يقعد او يمشي كلام، يعني عاوز اقول لك ايه يعني برضو كلام برضو سابق الاوان ولسه يا جماعه انتوا ليه الضغط؟ ليه الضغط بس سيبوا مساله الاستقرار والفريق، ليه الضغط ليه؟ وكيل ده لسه كولر قال ايه؟ قال لك الراجل لسه عقده مستمر فيه سنه، وكمان كولر عاوز يكسب المرحله دي في البطولات طبعا، يعني كل ما المدرب زي اللاعب يا استاذ محمود طول ما هو بياخد بطولات يبقى في مبرر ان هو يستمر في هذا المكان طبعا. فاعتقد انه كولر رغبته الخاصه ان هو يستمر، واحد بيكسب بطولات. هو احنا من دلوقتي هنناقش؟ لا ما هي يعني احنا يعني ما تزعلش مني يعني يا استاذ جمال، ما هو يعني احنا من دلوقتي انا هنناقش حاجه بنرد كمان سنه ولا مش انا، لا انا مش انا مش ايوه اقصد حضرتك على ولكن انا بتكلم انه النقاش الاول كان بعد نهايه المباراه، هل سيعود كولر ام لا؟ أم لا؟ هل سيعود كولر من سويسرا أم لن يعود؟ أيوه احنا وصلنا لهذه المرحلة. وفي حاجة كمان الراجل شاور أهو على الكلام اللي كان موجود، قال لك يا جماعة ما أنا أهو أنا جاي القاهرة. في حاجة كمان في حاجة كمان مهمة جدا موضوع الكلام عن وجود عروض للاعبين ما تزعجناش لسبب لسه كنت هقول لحضرتك لسبب وضع طبيعي في كرة القدم، إن أنت بعد مرحلة من التألق ومن الحصول على البطولات لعبتك مع تطور مستواها لازم تبص لها عروض طبعا، والا ما يبقاش لهم سعر في عالم كرة القدم.